كان عام 2009 هو الأسوأ على الإطلاق الذي قضاه الأسرى الفلسطينيون داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي حسب ما أكدت منظمات حقوقية. وكشفت تقارير فلسطينية أن إدارة السجون الإسرائيلية مارست أساليب تعذيب جديدة ضد الأسرى لزيادة الضغوط النفسية والجسدية عليهم. شكلت نهاية الحرب الأخيرة على غزة وتعثر مفاوضات صفقة شاليط لتبادل الأسرى منعطفا خطيرا في تاريخ الحركة الأسيرة الفلسطينية، عبرت عنه منظمة أصدقاء الإنسان الدولية في تقرير مفصل لها. قال أن العام المنصرم كان الأسوأ في تاريخ الأسرى الفلسطينيين بعد أن شكلت إسرائيل لجنة وزارية مهمتها وضع الخطط والأساليب لتضييق الخناق على الأسرى في سجونها. عرف من هذه الأساليب منع الزيارات والاكتظاظ وسوء الغذاء والحرمان من الخدمات الطبية. العقوبات الجماعية، عمليات القمع والعزل والنقل ورش الغاز في الأقسام، التفتيشات الليلية، التفتيش المهين والمذل. أضف ذلك مثلا ما تعانيه أسر الأسرى. أكثر من 800 أسير من قطاع غزة منذ عدة سنوات لم تتح لهم فرصة لزيارة أبنائهم. الآلاف من أبناء الضفة الغربية ممنوعين من الزيارة بحجة أن ليس بوسعهم الحصول على تصاريح. أكثر من 7200 أسير، منهم 36 أسيرة، 250 طفلا، وأكثر من 300 أمضوا ما يزيد عن 20 عاما في الأسر. فهذه الأرقام هي جزء من الصورة اللامتناهية للاعتقال والأسر الذي يمارسه الاحتلال يوميا. هناك عمليات اعتقال يومية في الأراضي المحتلة، وهذا عكس ذاته على عدد المعتقلين في زنازين التحقيق، وما زالت نفس الممارسات من التعذيب والترهيب والانتهاكات التي تمارس بحق هؤلاء الأسرى في لحظات الاعتقال وفي أثناء التحقيق ولاحقا في السجون. ملف الأسرى الذي تعثرت المفاوضات به كما تعثرت بباقي القضايا الجوهرية كالقدس واللاجئين يعكف المسؤولون الفلسطينيون على إثارته في المحافل الدولية، بل وأكثر من ذلك ملاحقة مجرمي الأسر في السجون الإسرائيلية. سنبحث عن آلية لملاحقة كل من اقترف جرم بحق الأسرى في المحافل الدولية، إضافة إلى تشكيل حالة ضغط بشكل عام على دولة إسرائيل لكي يعني تلتزم بالمعايير الدولية فيما يتعلق بالأسرى والأسيرات. فلربما يختلف البعض على تسمية العام 2009 الأسوأ في تاريخ الأسرى الفلسطينيين، لكن كل عام يمضي في غياهب السجون لكل أسير هو بالنسبة له الأسوأ في حياته. تبدلت الأسماء وتبدد الأمل. عام 2009 كان الأسوأ في تاريخ الحركة الأسيرة الفلسطينية بعد أن كان الأمل بأن يسمى عام إطلاق سراحهم. ظهور في الظلام، حرمان من الزيارات، وتجريد لحقوق دفعوا ثمنها دماء لانتزاعها من سجانهم. فراس لطفي النيل من أمام سجن عفر، غربي رام الله.